برنامج حيث الإنسان هو برنامج تدعمه مؤسسة توكل كرمان، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم العون الإنساني ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية في اليمن. استهدفنا في إطار هذا المشروع 10 محافظات يمنية، ونأمل أن نصل إلى جميع المحافظات. يعني هذا ما استطعنا أن ننفذه خلال هذه الفترة بسبب التحديات الأمنية وتحديات العمل الميداني. نفذنا في إطار هذا البرنامج 30 مشروع ومبادرة، قمنا بتمويلها تمويلا كاملا. تنوعت هذه الأنشطة من إعادة تأهيل لبعض الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى دعمنا للمشاريع الصغيرة. أيضا قمنا بمواجهة احتياجات النازحين في بعض احتياجات النازحين في المخيمات. نهدف أيضا إلى تطوير هذه البرامج والمبادرات إلى مشاريع تنموية دائمة يمكن أن نتعاطى فيها مع الواقع بإيجابية. هذا البرنامج هو في الحقيقة جزء من مسؤولية مؤسسة توكل كرمان الاجتماعية، وشعورها بما استشعارها لاحتياجات في البلدان التي تعاني من النزاعات والصراعات.